يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، قرأت في شرح فضيلتكم للواسطية نقلا عن ابن القيم رحمه الله، قد أشكل علي فهم هذا النقل، وهو قول ابن القيم في قوله سبحانه: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. قال رحمه الله: العبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده. ثم قال: توبة الله نوعان، إذن وتوفيق وقبول واعتداد، فما المراد بهذين النوعين بارك الله فيكم؟ إذن، أن الله أذن لعباده بالتوبة، إذن وتوفيق، وتوفقهم للتوبة، لو لم يوفقهم لم يتوبوا. نعم. وقبول واعتداد. وقبول واضح، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده، واعتداد يعني يعتد بها سبحانه ويحسبها لهم ولا تضيع عليهم. نعم.